مستمعينا، بدأت وزارة الصحة مع مطلع شهر هذا الشهر أغسطس 2021 بتطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحلات الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة على أن يكون دورياً بصفة ملزمة كل عامين، وذلك في إطار السعي إلى ضمان التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة بالمملكة. يهدف القرار إلى التأكد من خلو العاملين بتلك المنشآت من الأمراض السارية والمعدية، وسنتعرف أكثر على تفاصيل هذا القرار مع الأستاذ رجاء السلوم رئيس قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. صبحت الله بالخير أستاذ رجاء. يا هلا، صبحتم الله بالنور والسرور. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة، وبداية بودنا أن نتعرف معك على هذا القرار الصادر وتفاصيله. أستاذ رجاء. نعم معكم. طبعا القرار رقم 15 سنة 2020 بتنظيم الفحص الدوري للعاملين في المحلات والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، يعني مثل صالونات الحلاقة والتجميل، محلات المساج، الأغذية وغيرها. طبعا يهدف هذا القرار للتأكد من خلو العاملين من أي أمراض سارية، بالتالي الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وسلامة هؤلاء العاملين اللي يعملون في المؤسسات التابعة لرقابة الصحة العامة. وبالتالي فمع تنظيم هذا الفحص الدوري لكل سنتين بنقدر يكون يحد الحد من انتشار الأمراض المعدية ونحافظ على الصحة العامة. نعم أستاذ رجاء، دعينا نتحدث عن نوعية هذا الفحص الذي سيجرى للعاملين في تلك القطاعات التي ذكرتيها. طبعا في إجراءات، طبعا في السابق كانت الإجراءات طبعا قطاع الصالونات وقطاع المساج كانوا يسوون الفحص الدوري بالسابق، لكن مع القرار الجديد رقم 15 صارت إلزامية الفحص نضاف إليها قطاع الأغذية، وتسهلت الإجراءات وصار عن طريق إجراءات إلكترونية تسهل على أصحاب هذه القطاعات إنهم يسجلون إلى هذا الفحص الدوري دون تأخير. طبعا أهم الإجراءات صار فيها تعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقوم الهيئة بإرسال مسجات تذكيرية حق أصحاب هذه القطاعات إنه بقرب انتهاء الفحص الدوري قبل بشهر، عشان يقدر صاحب القطاع إنه هو يرتب نفسه ويحجز المواعيد للفحص للعاملين لديه. طبعا أيضا عندنا تعاوننا مع الحكومة الإلكترونية، وصار هناك رابط عن طريق الحكومة الإلكترونية يدخل عليه بكل سهولة صاحب القطاع، يضغط على الرابط وتطلع له عدد من المستشفيات أو العيادات اللي معتمدة من نهرة اللي هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومنها يقدر يختار صاحب العمل من أي مستشفى أو عيادة يقدر يحجز له الفحص الطبي بالتاريخ والوقت اللي يناسبه. طبعا في نوعين من الخدمات، هناك الخدمة الاعتيادية وفي الخدمة السريعة اللي بتكون طبعا بيحصل على نتائج الفحوصات بشكل أسرع. نعم أستاذ رجاء، ما مدى أهمية هذا الفحص الطبي الدوري، وما هي أبرز الإيجابيات المتحققة وانعكاساتها في الحفاظ على الصحة العامة في مجتمعنا البحريني؟ طبعا من أهداف الصحة العامة هي الحفاظ على صحة الناس في المجتمع، وهذا الفحص الدوري بحكم أن هؤلاء العاملين في المؤسسات مثل الصالونات ومحلات المساج لهم تواصل مباشر مع الزبائن، أنهم يقدمون خدمات مباشرة مع الزبائن، وبالتالي إذا قاموا بهذه الفحوصات الدورية هني نضمن أن لا سمح الله لو في أحد من العاملين مثلا عنده مرض معين خاصة من الأمراض السارية المعدية، من خلال الفحص الطبي احنا نقدر ان يعني نشوف اذا هذا العامل مثل ما يقولون هل هو لائق صحيا لمزاولة هذه المهنة ام لا. نعم أستاذ رجاء، يعني ذكرتينا وذكرتي لنا الإجراءات والتعليمات المعمول بها لضمان إتمام الفحص الدوري للعاملين، لكن ما هي الإجراءات القانونية ضد المخالفين أو الممتنعين عن التنفيذ؟ طبعا بالنسبة للإجراءات، فخلال الزيارات التفتيشية لهذه المؤسسات
يتأكدون الأخصائيين من صلاحية سريان الفحص الطبي للعاملين. وفي حال مثلا وجدوا أن أحد العاملين مثلا منتهي فحصه أو لم يعمل الفحص يتم إيقافه فورا عن العمل إلى أن يجري الفحص ويثبت إلينا أنه هو أجرى الفحص ويكون لائق صحيا لإعادة مزاولة هذا العمل. نعم. أما في حال تكرار المخالفات على المؤسسة وشفنا أن مثلا إذا في امتناع أو أن مثلا تهاون أن هم يجرون الفحص الدوري يتم الاتخاذ إجراءات القانونية وفقا لقانون الصحة العامة رقم 34 سنة 2018. نعم. إذن في ختام هذا اللقاء أستاذ رجاء، ما هي الكلمة الختامية اللي توجهينها لأصحاب المحلات الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة واللي راح يبدأ تطبيق هذا القرار عليهم، قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين؟ طبعا هو بدأ القرار من تاريخ 1/8. نعم. وإحنا نأكد على أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية بموعدها وعدم التأخر عن إجراءها حفاظا على الصحة العامة وسلامة العاملين نفسهم وسلامة المواطنين والمقيمين. نعم. طبعا إحنا نشجع دائما وبالعكس هذا في مصلحة الجميع ومصلحة الصحة العامة ونشجعهم أنه من لم يبادر بإجراء الفحص الطبي يبادر، خاصة الحين الخدمات تسهلت وصار كل شيء إلكتروني. نعم. يقدرون يأخذوا مواعيدهم بكل أريحية وبالمواعيد اللي هي تريحهم. فعلا الأستاذ رجاء السلوم، احنا يعني نتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا احنا بدورنا من هذا المنبر ندعو جميع أصحاب المحلات اللي لديهم عاملين في محلات صناعية وتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة أن يقوموا بتطبيق هذا القرار من نفسهم مثل ما نقول وطواعية بدون حتى حاجة لإنفاذ القانون مثلا أو إلزامهم عن طريق القانون، لأن مثل ما ذكرتي الهدف المحقق من هذا القرار هو هدف كبير يعود بالنفع على الصحة العامة في المجتمع البحريني، فإحنا نتمنى من الجميع تطبيقه والتعاون معه. كل الشكر لك أستاذ رجاء السلوم رئيس قسم صحة البيئة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا، حياك الله.